بينما تستمر المساعي الغربية والأمريكية لردب الهوة مع روسيا، يعلن الكرملين الاستمرار في مناورات الروسية بالذخيرة الحية بالقرب من أوكرانيا، ويبلغ عدد القوات الروسية 3000 فرد، فيما ستتضمن المناورات مشاركة دبابات ومركبات مشاة قتالية وأسلحة نارية عادية. الكرملين أكد على مواصلة المناورات في الأراضي الروسية مشدداً بأنه لا علاقة لهذه التدريبات في العلاقة مع الغرب والمحادثات معهم. ورغم المحاولات واللقاءات بين أطراف الأزمة الأوكرانية، فإن الوضع لم يتحلحل ولم تسجل أي تطورات فيه، بل ربما يأخذ طريقاً قد يعيد الحرب الباردة من جديد بين واشنطن وموسكو، خاصة في ظل بعض التطورات التي تطرأ على هذا الملف. فقد تكشفت تفاصيل جديدة بشأن حزمة مساعدات عسكرية سرية تعتزم الولايات المتحدة تقديمها لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، والتي جرى الحديث عنها في ديسمبر الماضي. كما كشف مستشار الرئيس الأوكراني وأطراف أخرى أن الولايات المتحدة سترسل أنظمة رادار وبعض المعدات البحرية، وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها بايدن سلطاته لإرسال مساعدات، ففي العام الماضي ألزم الولايات المتحدة بإرسال 60 مليون دولار كمساعدات عسكرية إلى كييف.